طيب حنرجع نشوف طارق مره ثانيه بسيزن 5؟ حيرجع ولا حتضلك حمزه لاخر السيزن؟ الاحداث. بصي انا ححرق لك، هو حيرجع اوكي، بس لما يرجع حنشوف، حنشوف النهايه مين حتختار فرح بالاخر. حنشوف وفي حاجات كتير قبل ما فرح تختار كمان. هلا بتعرف انه فقدان الذاكره فيه كمان بارت ايجابي لعلاقه شادي وطارق، يعني ممكن يصير تنعكس الموضوع، ما يكون في كلاش مثلا. بوسيبل صح، بوسيبل. كل اللي انت بتقوله بوسيبل. وخليني اقول لك على حاجه بس في موضوع فقدان الذاكره، احنا من الاول خالص واحنا بنعمل انسه فرح واحنا متفقين انها فانتزي. طب ممكن نعمل اللي احنا عايزينه. صح، يعني الشخص لما بيفقد الذاكره ما بيفقدش الذاكره بالشكل ده. أيه. فاهم قصدي؟ احنا اللي طوعناها عشان نعمل اللي احنا عايزينه. فاهم قصدي؟ ذاكرته مذبذبه هيك انا بالظبط. فاهم؟ وما فيش حد بيتغير في كل حاجه كده بطريقه نطقه بطريقه كلامه بصوته بكل حاجه، احنا غيرناها خالص بس عشان زي ما قلت لك هي فانتزي يعني. طبعا. ففكره التغيير دي هي اللي خلقت الكاركتر. يعني فكرة التغيير دي هي اللي خلقت الكاركتر نفسه، وهو اللي خلتنا ان احنا نبقى عارفين نتحرك جوه الحدود دي. فاهم قصدي؟ بس فانا بالنسبة لي حمزة اشتغلنا عليه برضو كتير جدا، بس بالنسبة لي برضو ستيل طارق يعني. طبعا طارق البطل الاقرب. طبعا الوطن. يس. طيب بسيزن 5 في هيك مشهد وانتوا عم بتصوروا لهلا ببالك رح تضلك تتذكره شيء يعني كان هيك؟ لا، هو اول سيزن 5 اول يوم تصوير ليا كان كارثه طبعا، لان الناس كلها متعوده على لوك، على شكل، على طريقه، واحنا بنصور مع بعض بقالنا دلوقتي اولموست 3 سنين مثلا، فمتعودين على بعض جدا وعلى شكل بعض ومش عارف ايه. ففجاه دخل شخص مختلف بصوته بشكله بطريقته بكلامه بكل حاجه، فقعدنا شويه بنضحك يعني، قعدنا شويه بنضحك وقعدنا شويه واحنا مع بعض يعني. انا واسماء مثلا لما بتبص لي تضحك تقول لي انا مش مصدق ان طارق ممكن كان يقول كده. فاهم قصدي؟ فطبعا اول كام يوم كان فيهم. طيب وبعدين بعد هالكام يوم كيف مشيتوا؟ از يوجوال، احنا بالنسبه لنا المسلسل ده زي ما بقول لك هما 3 سنين احنا بنصور مع بعض، اصحاب جدا، قريبين بعض جدا، عارفين دماغ بعض جدا، ودي حاجه مهمه انك تبقى يعني مع حد قدام الكاميرا عارف هنرد على بعض ازاي وهنقول ايه. فلا بصراحه من اكتر المسلسلات اللي اشتغلتها وكنت مستمتع بيها جدا.